السلام عليكم. طبعا اليوم نحاول نكمل موضوع، يعني ما نكمله بالحقيقة، ناخذ فقرة جديدة. يعني المحاضرة السابقة كانت هي كيفية، يعني كانت الموضوع هو البريسيبيتيشن، وطبعا لاحظنا التايب اوف بريسيبيتيشنز، وكان أحد الأنواع هو السايكولونيك بريسيبيتيشن اللي سميناه الأمطار أو السقيط الإعصاري، وأيضا هنالك نوعين آخرين. وبعدين تطرقنا إلى reforms of precipitation اللي هو شكل البريسيبيتيشن، فكانت عندنا مجموعة من الفورمز، يعني من ضمنها كان الدرزل، وأيضا الرين، وأيضا يعني النوع الآخر مثلا اللي احنا يعني شايفين ومتعايشين وياه اللي هو السنو، أو بالعربي الفصيح هو الوفر. وبعدين طبعا أخذنا طرق قياس الأمطار، فكانت هنالك نوعين. النوع الأول هو اللي سميناه non-recording precipitation، والنوع الآخر اللي هو أو العفو non-recording gauge، وأكو نوع الآخر اللي هو recording gauge. non-recording gauge مثل ما اتفقنا أو مثل ما طرح بالمحاضرة السابقة، أنه مجرد هذه المقاييس أو الجيجز بس تسجل لي أعماق أو حجم الأمطار الساقطة، بينما ما أقدر مثلا أطلع من خلاله قيمة الانتنسيتي، أو ضمن فترة معينة أريد أعرف الانتنسيتي. فكان نوع آخر اللي هو الريكوردينج جيجز، هذا اللي يسجل لي الديبث والتايم زين من خلال فد ميكانيزم معين اللي يسموه ايضا في بعض الاحيان اوتوماتيك جيجز، اللي يسجل لي الديبث اند تايم، اللي خاطر من خلاله اقدر اعرف قيمه الانتنسيتي. فالنوع الاخر اللي العفو الفقرة الأخرى اللي هي ضمن الفصل هذا هو اللي هي الـ average depth of precipitation. يعني هنا الموضوع هو هيكون ندخل في مجال كيفية حساب الـ average depth. يعني دائما مثلا أنت تسمع من يطون الأنواع الجوية يقول لك معدل الأمطار الساقطة ومعدل درجات الحرارة، فإذا ما معناته هنا هذا متأتي من عدة قراءات لمقاييس، ومن خلاله أقدر أعرف معدل الأمطار الساقطة. هذا الأفريج اللي هو احنا طبعا يمكن بالصف الأول المفروض مطرقين إليه هو المعدل. فأبسط قضايا المعدل هو الأرثمتيك مين. زين، يعني هسه أنت قبل ما ندخل في طرق أو طريقة حساب معدل أو المين أو الأفريج، فالتعريف أو يقول لك ذير، يعني مفروض إن أنا أكو ذير آر ثري آر ما موجودة، ذير آر methods of treating the language records to arrive العفو at an approximate answer, and in general the three methods give three different approximation. Then these are هن هذا. فإذا يعني ما معناته هنا أنا أكو ثلاث طرق مختلفة تعطيني معدلات نوعا ما بها بعض الاختلاف، فهي كل طريقة لها تعتمد على دقتها. فإحدى الطريقة الأولى هي الأرثمتيك مين أو الوسط الحسابي، أو يعني أيضا نسميه إحنا الأفريج أريثمتيك مين ميثود.
زين بعدين الطريقه الاخرى اللي هنشوفها هي Thiessen Polygon Method، يعني طريقة المضلع لعالم اسمه Thiessen. والطريقة الثالثة اللي هي الإيزوهاتل ميثود، وهذه الطريقة سنشوفها مشابهة إلى أو إلى موضوع ينطرق في 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 المساحة. فهسه لو لاحظين أنا ناخذ أول طريقة اللي هي الأرثمتيك مين ميثود، أو اللي يسموه unweighted method، يعني الطريقة اللي ما تأخذ بالحسب، يعني أكو ما يسمى بالweighted mean، أو يعني مثلا arithmetic mean، وأكو weighted arithmetic mean، الوسط الحسابي الموزون. هذا أيضا يعني المفروض مطرقين إليه في درس الإحصاء في الصف الأول. طبعا يعني ابسط طريقه اللي هي مثل ما قلنا هي الارثمتيك مين. الارثمتيك مين مثل ما تعرفون يعني هو يعني من 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 خلال تعريفه هو جمع قيم زين و جمع هذه القيم، ومن خلال هذه القيم أقسمها على عدد أقدر أتوصل إلى معرفة قيمة المعدل. قيمة المعدل فمثلا عندي هسه هنا أنا آني الأرثمتيك مين، اللي هو تلاحظ هنا arithmetic mean method اللي هي اللي سميناها unweighted method. This is the simplest of the three methods، يعني هاي الأبسط طرق اللي مذكورة لثلاث طرق، يعني أبسطين اللي هو arithmetic mean method. As the name implies the results، يعني ما معناته أنت من اسمها هي النتيجة تعطيني، أو من معناتها أنه هي عبارة عن جمع زين جمع sum of the rainfall amount recorded at all the gauges stations مقسومة على عدد. هذا أبسط خلينا نقول مفهوم الـ average mean. هو معتيادي دائما احنا شو نسوي، نقسم العدد، العفو نجمع القيم ونقسمها على العدد، نقسمها على العدد. بالنتيجة هيكون عندي فهيكون عندي بالضبط يعني تعارف للقيم. هذه القيم تلاحظها هنا أنا معرفها اللي هي طبعا P1 وP2 وP3 اللي هي تمثل لي يعني P is the average depth of rainfall and P1, P2, P إلى N are the rainfall recorded at station 1, 2, 3 وإلى N station. تلاحظين أنا خالك بين قوسين L. L يعني دانبك إنه دائما هاي الطريقة تعطيني depth،
يعني تعطيني عمق. وحداته هي وحدة L أو وحدة طول. زين، إذا أريد أعرف الفوليوم، الفوليوم لازم تكون عندي هنالك أريا، الأريا أضربها في الدبث أطلع فوليوم، أطلع فوليوم. فبالنسبة لهذا المين اللي عفو المين أو الأرثمتك مين، هو عبارة عن جمع القيم تقسيمها على العدد، اللي هي مفهوم احنا كنا نعرفه ومتعاملين به سابقا يعني في كثير من المواضيع. الطريقة الثانية اللي هي Thiessen Method. Thiessen Method Thiessen polygon method. This method attempts to make allowance for irregulator in gauge location by weighing the record of each gauge in proportion into the area which is closer to the gauge. يعني هاي كل الحكي هذا بالضبط، انه اني هنا انا حدخل في مفهوم المعدل الموزون او 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 كل قيمه لها فد وزن معين مؤثر. فهنا انا دي اقول لك هذه فد محاولة خاطر من خلالها زين الـ 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 الاختلاف بالجيجز أو بالقراءات الجيجز اللي هي تتأتى بالاختلاف باللوكيشن مالتها. يعني مثلا هسه أنا في بغداد عندي مثلا جيج بالدورة وجيج مثلا بالجادرية بالجامعة نفسها أو جيج بالكرادة وهكذا وجيج مثلا بالسيدية، من خلالها طلع معدل الموزون. هنا أنا بيجي حالة يعني أنت بالتأكيد مثلا الدورة هي أكبر مساحة من الجامعة، جامعة بغداد، فأنطيها للقراءات اللي أخذها من هذا الجيج اللي موجود بالدورة وزن أكثر من اللي موجود في جامعة بغداد، في جامعة بغداد. فإذا هاي الطريقة تعتمد على المقياس الذي يخدم المساحة المعينة. فقيمة هذا القياس أو قيمة depth of rainfall زين تتناسب مع قيمة الأريا proportion to the area زين. وده نحكي طبعا المساحات اللي هي أقرب to the gauge زين. فإذا لنا أنا القيمة القراءة لكل stations زين ها تتغير أو تكون لها قيمتها حسب الأريا اللي تخدمها أو اللي من خلالها قايسين قيمة المطر. طبعا the areas for given network يعني شبكة من القياسات for gauge station are determined graphically as described below and as shown in figure 2-4. طبعا سنشوف الفيجر من خلال المثال اللي موجود في الصفحة الأخرى. فإذا هاي Thiessen method هي طريقة يعني هي graphically method زين. هاي إلها خطوات للوصول إلى معرفة معدل الأعماق لمنطقة معينة، لمنطقة معينة مثل ما قلنا هاي تتأثر لو كل قراءة بالمساحة اللي
تلك المقياس أو ذاك الجيج اللي يخدم لي هذه المساحة. فالطريقة هي الجرافيكلي ميثود اللي هي هتكون بهذه الصورة. باوع خلي شوي نكبرها. هاي طبعا الطريقة يعني إن شاء الله تتوضح من خلال الأمثلة اللي هتجينا. أول شيء يقول لك the basin area is plotted to some scale and on the same map. يعني أنت عندك خريطة، الخريطة بها location مال الستيشن. زين، فإذا طبعا البيسن هو الحوض أو المساحة اللي يخدمها هذا الجيج. فإذا the basin area is plotted to same scale. زين، هاي صور أنا كاتبه يمكن سم، بس هي to same scale، نفس المقياس، and on the same map، على نفس الخريطة. The location of rain gauge stations both within the area and also outside the area but nearby are indicated. ده نحكي على الفيجر اللي هنشوفه. باوع هنا انا ايش دي يقول لك؟ يقول لك انت هاي الجيج ستيشنز انا اخذ بنظر الاعتبار البوث اللي هي within the area اللي داخل المساحه. زين، and also outside the area يعني اللي هي خارج هذه المساحه اللي انا حددتها، بس ده تكون nearby يعني متجاوره للمساحه او الاريا اللي موجوده بيها الجيج او اللي انا احددها indicated by a graphical method. زين، فاذا اول شيء مثل ما اتفقنا انه انا عندي خريطه، وهذه الخريطه عين اللوكيشن مالتها. زين، عين اللوكيشن مال الجيجز على هذه الخريطة، وحتى اللي تطلع خارج المساحة بس قريبة إلى المساحة اللي ده نشتغل عليها أيضا أخليها في الحسبان. وهي سنشوفها مثل ما قلنا بالمثال بالأمثلة اللي إن شاء الله هتيجي. زين، الخطوة الثانية يقول لك straight lines are then drawn joining the adjacent rain gauge locations to form triangles. زين، يعني ما معناته إذا أنت بالمساحة ما أعرف يعني أنا مثلاً طالب مثلاً أكو طريقة يسموها طريقة التثليث لحساب مساحات معينة هاي بالمساحة. هنا أنا طبعاً خلينا نقول حتصير نفس الفكرة نوعاً ما أو قريبة نفس الفكرة، انه هاي الجيجز كلها اربطها بخطوط مستقيمة بس ما تتقاطع، اوصلها بخطوط مستقيمة بيناتهم، ودائما يعني يحبذون انه ما تتقاطع. زين، بس مع ذلك اذا تقتضي الضرورة ايضا اوصلها بينات. هاي العملية عملية التوصيل بينات هذه النقاط حتعطيني زين to form تشكل لي triangles مثلثات. زين، او مثلا تشكل لي شكل رباعي اللي هو مثلا معين مربع مستطيل او شكل رباعي غير منتظم. زين، بس بكل الاحوال انا احوله الى مثلثات. زين، فاذا straight line are then drawn joining تربط the adjacent rain gauge location to form triangles. زين، لتكوين زين أو لإنشاء أشكال مثلثية. Whenever it is required to divide the quadrilateral to triangles، يعني هاي هنا المفروض أكو into two triangles، يعني أي شكل رباعي. زين، أني أيضا أحاول يعني مثلا من عندي المستطيل أني أو عندي مثلا مربع. زين، أنا أقدر مثلا أرسم الدايجونال يعني
شو نسميه المحور او القطر ماله بالنتيجه يعني من اوصل بين راسين للمربع على المستطيل حينتج في تو تراينجلز. فاذا حيكون عندي انتو تو تراينجلز، واذا صار شكل رباعي ايضا احاول احوله الى زين تو تراينجلز الى مثلثين. هنا يقول لك the shorter diagonal يعني المحور is preferred، يعني دائما انت اختار اقصر diagonal. يعني مثلا رباعي المربع ب two diagonals متساوية، بينما المستطيل ب two diagonals ايضا بس ما متساوية. فاحنا دائما نختار بالضبط الدايجونال القصير وليس الدايجونال الطويل، يقول لك افضل بريفير. هاي خاطر تكون يعني اكثر دقة. بعدين شنو ورا ما صارت مجموعة من الترانجلز زين، فيقول لك هنا انا perpendicular bisectors are now drawn to each side of all the triangles. يعني هناش دي يقول لك، يقول لك اني اجي من صار عندي مثلث ارسم اعمدة منصفة لاضلاع المثلث. فتلاحظ هاي هسه بالعملية، او حاول مثلا ترسم انت تو سكيل، يعني مثلا المثلث متساوي الاضلاع، بتجي تنصف الاضلاع وترسم عمودي، هذني الأعمدة تلتقي في وسط المثلث. بس أنت مثلا عندك مثلث متساوي الضلعين زين، من تجي ترسم الأضلاع الأعمدة زين المنصفة للضلعين المتساويين، هذه الأعمدة تلتقي بالضلع الثالث وهكذا زين. يعني مثلا إذا هو مثلث غير متساوي الأضلاع ولا بيض العين متساوي، بالتأكيد حيلتقن في نقطة داخل المثلث. فإذا هاي شوف هاي الحالات، الحالات خاصة مثل ما قلنا نعيدها، يعني إذا كان مثلث متساوي الأضلاع حتلتقي الأعمدة المنصفة للأضلاع في منتصف المثلث. إذا كان مثلث متساوي الضلعين فالأضلاع المنصفة زين للضلعين المتساويين حيلتقون بالضلع الثالث زين، وهكذا بالنسبة إلى الحالة لما يكون عندي مثلث غير متساوي الأضلاع زين. The polygon area around each rain gauge station within the basin boundary are then measured. بعد من هالعملية ما تشتغلها بيدك حتظهر كل اريا حتحيط لي فد جيج معينه، او هذا الجيج هو حيقيس لي لهذه الاريا باوندد محيطه زين within the basin bound boundary are then measured. يعني ما معناته انت هذه المساحات اللي انت من خلال عملك around each rain gauge station حتجي انت اما تجي تحسبها، اذا صارت اشكال هندسيه منتظمه اقدر احسبها، اذا كانت اشكال هندسيه غير منتظمه فلازم استعمل يعني سابقا بالمساحه اكو جهاز يسمونه البلانوميتر زين. البلانوميتر بالضبط يقيس لي مساحات غير المنتظمه، اما اذا كان شكل منتظم هندسي فأنت تقدر يعني تطلع مثلا مثلث قائم أو مثلث اعتيادي ومساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع يعني تطلع دائرة نصف دائرة دائرة مساحتها كذا باي آر سكوير، إذا كانت نص حصل باي آر سكوير على اثنين وهكذا يعني. وهي كلها تتوضح بالأمثلة الجاية. فإذا the average depth of rainfall P هذا حسب مفهوم ثيسن زين is computed as يحسب as. شوف هنا يعني عمق المطرة
المخاصة مضروبة في الأريا مالتها اللي هي محيطة لهذا الجيج. بعدين زائدا الأريا الثانية في القراءة مع العمق المطر في الجيج الثانية، وهكذا إلى N أريا وإلى N جيجز. على باوع أي وان زائدا أي تو زائدا أي، هاي كلها ما معناتها هي total area، هي total area. فتلاحظ هذا إعلان يسموه المعدل الموزون بالإحصاء، يسموه المعدل الموزون، بحيث هذه القراءة تتأثر بقيمة المساحة، أو هاي قراءة الستيشن bounded by A1 تتأثر بالA1 أو كقيمتها، قيمتها وتأثيرها في حساب المعدل اللي يسموه الموزون. فشوف هنا أنا مثلا طريقة الثيسن المفروض تكون أكثر دقة من الطريقة الأولى اللي هي الأرثمتك مين، مجرد يجمع ويقسم على العدد. زين، وهنا طبعا هاي المعادلين انا اقول لك يعني هنا اي 1 زائدا اي 2 زائدا كذا كذا كلها من اجمعها، انا المفروض زائدا هساوي لي اي اللي هي توتال اريا مال البيسن كله اللي دي يخدمه، يعني مال معدل الامطار في بغداد كله. تمام، فهنا انا equation 2 can be written in the form of can be written as اللاحظة هنا أنا هسي كملها بالصفحة الأخرى. فهنا أنا باوع دا يقول points of equal rainfall the volume of rainfall دقيقة عبرت في الصفحة العفو فباوع هنا طبعا مثل ما قلنا هسه يعني هاي المعادلة تنكتب أيضا، تلاحظ هاي نفس المعادلة كتبها بصيغة أخرى خاطر يتوصل إلى فد مفهوم اللي هو يعني باوعك تنكتب بهذه الصيغة. تلاحظين أنا هسه بالتأكيد إحنا يعني أي تشير من ذني أقسمه على المقام، زين المقام هو بالنتيجة حيكون أي توتال، زين أي توتال يعني أي المساحة الكلية، فإذا هذا من حجي هذا هو أي توتال بالمقام، فكل ما في الأمر هذا من حقسم أول تيرم على أي توتال حيصير بهذه الصيغة. الP هي أي 1 على أي توتال زائدا أي 2 في على أي توتال في P2 وهكذا إلى أي N على توتال أريا في الPN. هذا طبعا هاي القيمة الريشيو هاي الأي 1 على أي والأي 2 على أي وهكذا،
هذني من أجمعهن، لأن هذا هو هاي ريشيو، لأن هذا جزء على الكل زائدا جزء على الكل زائدا جزء على الكل، من أجي أحسبها تساوينا واحد، تساوينا المساحة الكلية. هذا طبعا هاي القيم يسموها ثايسن فاكتر، ده فاكتر أي وان على أي، أي تو على أي، وهكذا. زين، which added to an unity are called the Thiessen weight. هاي القيمة هي يسموها Thiessen weight أو Thiessen factor. وهذه this method is also known as the weight mean method. شو؟ يعني المعدل، طريقة المعدل الموزون، طريقة المعدل الموزون. الطريقة الثالثة اللي هي الايزوهيتل ميثود. الايزوهيت هي الخطوط المطرية، اللي هي احنا ما يعني يمكن هم بالمساحة واحد يسترجع هذا، انه اكو خطوط كنتورية. الخط الكنتوري يراويني المناسيب، يعني لما مثلا انا ارسم خط كنتوري، هذا الخط الكنتوري كل نقاطه زين تمثل لي منسوب متساوي للارض. ايضا هنا الايزوهيتل خط مطري، كل نقاطه يمثل لي عمق مطر زين متساوي مع النقطه الاخرى. فاذا من اجي ارسم ايزوهيت لاين، يعني ما معناته دا ارسم اني او كير دا ارسم فد خط او فد منحني بحيث يحوي على نفس الأعماق من الأمطار. زين، هذا إن أنا بقول لك perhaps من المحتمل إنه the most accurate method of computing the average depth of rainfall is isohedral method. يعني يقول لك هاي نقدر إحنا يعني نعطيها أهمية أكثر من البقية، لأنه هي حتكون أكثر دقة قياسا للبقية للطريقين الثانية. An isohet may be defined as the line joining، مثل ما قلنا الايزوهيت هو عبارة عن خط أو منحني يربط لي النقاط أو الأعماق للمطر المتساوية. يعني joining point of equal rainfall اللي يربط لي بالضبط النقاط المتساوية أو الأعماق المتساوية. الملاحظة الأخرى اللي بالنسبة لهذه الطرق الثلاثة، the volume of rainfall between any two successive isoheds is computed as the product of the area between those isoheds and the average between two isohed volume, the average depth between the two isohed. يعني هسه انت تريد تحسب الفوليوم بين خطين مطري، لازم اعرف الاريا، اضربها في الضبط المعدل بين، يعني هل تو يعني مثلا عندي أنا خطين، خط مطري 50 وخط مطري آخر 40، فأربعين زائد 50 على 2 يصير 45. 45 اللي هي عمق بالمليم، أضربها بالمساحة اللي هي بالكيلومتر يعطيني الحجم، وحداتها دائما يكتبوها أسلاحظ كيلو متر سكوير داش مليم. أو أقدر أني بالضبط أحولها إلى أحجام، يعني حجم متر مكعب من خلال تحويل المليم إلى متر، ومن خلال تحويل الكيلومتر سكوير إلى متر سكوير. فالمتر سكوير في متر يعطيني حجم الماء اللي سقط في هذه المساحة المحصورة بين two isohed. زين،
واللي هنا طبعا كلها هذا شارحة، كلها شارحة. زين، بالنتيجة أني من أجي مثلا أعرف الحجم أقدر أيضا أرجع أقسمه على الأريا، all such volume in the basin كان are totaled and divided by أجمعهن كلهن، يعني اللي الأحجام اللي استخرجها بين two eyes وهات أقسمها على by basin area على الحوض أو مساحة الحوض to yield the average depth of rainfall اللي يعطيني حجم معدل الأمطار الساقطة أو السقطة على المساحة الكلية. زين، مثال ناخذ طبعا المثال هذا اللحظة هنا أنا أشوف خاطر تشوف أيضا يعني إذاك تنتبه هنا أنا على هذا المثال بابع. Example. Compute the average depth of rainfall for the catchment shown. طبعا هذا الكاتشمنت يعني نقدر احنا هاي الاريا او الكاتشمنت اريا او البيسن هي كلها هي اريا هي اريا، بس شنو هو دائما احنا من نقول بيسن يعني الحوض، حوض الذي سقط فيه المطر وبالنتيجة هيجهز لي أو هيذهب هذه الكميات من المياه إلى خلينا نقول مثلا إلى فستريم أو فت خزان معين. زين، فهسه مثلا هذا المثال فإذا هذا المثال compute the average depth of rainfall احسب لي معدل اعماق for the catchment shown in figure 5-2-1 نحكي على هذا الفيجر، نحكي على هذا الفيجر اللي هو انا يعني اصور المفروض اسميه على كل مو مشكله. زين، هذا طبعا خلينا نقول صوره ماخوذه من كتاب المقرر. فإذا ده يحكي على هذا الفيجر within an area of 200 كيلومتر سكوير، هاي المساحة هاي اللي هي معاوطة بهذا الخط هي قيمتها تساوي لنا 200 كيلومتر مربع. زين، طبعا نكمل هذا المنطوق السؤال using all the three methods، يعني اريد تستعمل الافريج مين، تستعمل ثيسن ميثود، وتستعمل ايزوهاتل ميثود. زين، يعني اللي من خلاله اريد وش اريد compute the average depth، تستعمل ذني الثلاث طرق. The rainfall amount the rainfall amounts are indicated in millim، يعني هذا الأمطار أو القيم الأمطار اللي حنطيك إياها زين هي اللي موجودة على الشكل هي مقاسة بوحدات المليم. يعني دائما بشوف الأمطار يعني يمكن إحنا عندنا دائما نستعمل المليم، ليش؟ لأنه أنت مثلا اذا انت تصور مثلا فد سنتيم او 10 سنتيم، ال 10 سنتيم يعني متباوعه هي لا شيء كعمق، بس مثلا انت من تجي على فرض مثلا عندك 20 كيلومتر
من تضربها بعشرين سنتيم تطلع كميات مهولة من المياه. زين، فدائما يعني احنا عندنا كمية الأمطار اللي تسقط هي دائما بالمليم، أو هو مقياس عالمي خلينا نقول يستعملوه دائما بالمليم. زين، فإذا هنا على هاي القيم اللي موجودة هنا هي مقاسة بالمليم. The respective gauge site يعني اللي موجودة في موقع الجيجز هذا، هاي هنا أنا كل جيج تقيس لي فد عمق، يعني مثلا هسه قاست لي 40، هاي 40، هاي 37 وهكذا. زين زين. Also compute the volume of rain water in meter cube received by the catchment area in each case، يعني في كل طريقة احسب لي حجم المياه اللي تولدت نتيجة هذه الأمطار. فبالتأكيد ما معناته احنا نخطط ضرورة نعرف المعدل ونضربه في الأريا هتطلع لي معدل زين الأحجام أو حجم الماء المتولد نتيجة هذه المليمات اللي سقطت على فد بيسن أو فد كاتشمنت أريا معينة. هنا طبعا دا يقول لك بتستعمل ثلاث طرق. الطريقة الأولى arithmetic mean method، شوف بس انتبه هنا رجاء، هذا طبعا القانون هو مثل ما قلنا اتفقنا مجرد هي جمع القيم قسمها على عدد. هنا دا يقول لك باوع من يستعمل arithmetic mean method اللي تختلف عن الطريقتين الأخرى، يقول لك there are only four rain gauges station أو rain gauge stations within the catchment area، يعني داخل المساحة ذني بس عندي بس أربعة، يعني داخل هذه المساحة عفوا عندي بس أربعة داخل المساحة بس أربعة اللي هي 37 49 48 38. هذا ما أخذها بالحسبان ذني اللي هي outside the catchment أو outside the area. فبالنسبة من أستعمل arithmetic mean زين أخذ بس اللي داخل المساحة، فتلاحظ أنا ما أخذها ومطلع قيمتها 43. هذا معدل الأعماق، معدل الأعماق. زين، هسه انت هنا volume of rain water يعني شقد حجم الأمطار اللي حتتولد نتيجة سقوط معدل من الأمطار قيمته 43 مليم. فيتفقنا الأريا في الديبث خاطر يتحول إلى حجم. زين، فهنا هنا بالضبط لاحظ أريا 200 كيلومتر في 43 مليم تطلع وحداتها كيلو متر سكوير مليم، بس أنا أريدها أحجام متر مكعب. فباوع الميتين كيلو متر تربيع أضربها في 10^6 أو أضربها لأنه كيلو متر مربع، مرة أضربها بألف كل كيلو متر ألف متر، وبعدين بما أنه مربع أضربها في ألف الأخ، فحيصير من عندي متر، هيصير عندي العفو متر تربيع، هذا أي متر تربيع. أضربه في 43 مليم أقسمه على ألف، ليش أقسمه على ألف؟ لأن المتر هو ألف مليم، فهذا ما حيتحول إلى متر، فهذا متر تربيع تحول وهذا تحول إلى متر، فبالنتيجة حيصير متر تكعيب. متر تكعيب اللي هو حجم الماء اللي طلع 86 زين في 10^5، 10^5 زين، هذا هو حجم الماء اللي سقط نتيجة معدل من الأمطار تساوينا 43 مليم. فشوف انت هاي 43 مليم يعني كلها ايش قد 4 سنتيمات طلع
تلاحظ إيش قد أعطتني مياه أو كمية من المياه. هسه نرجع الطريقة الثانية، حناخذ Thyssen Polygon Method. هاي طبعا هاي عوفها بعدين نرجع لها خاطر نكمل المثال. نكمل المثال، نعوف هاي الفقرة وبعدين نرجع عليها إن شاء الله. نكمل المثال لين بابا تكملة المثال هو في الجدول اللي جوه هنا أنا صاير، يعني سجل جدول وبعدين نرجع إلى طريقة الأيزو هاتل. يعني هسه أنا إذا أريد أكمل مثال بابا هنا أنا زين هنا طبعا هي مثل ما كنا يعني مجموعة من إذا هذا الفقر الآخر الأخير أو الفقر مال السؤال وده نحكي على Thyssen Method. فتلاحظ هنا الأعماق مال الأمطار هي هنا 40 و25 و37 و39 هاي طبعا اخذ كل الستيشنز اللي هي within the area و outside the area وطافت ارقام 1 2 3 وهكذا. زين هاي الاريا زين هنا انت ال P1 هو بيقيس لي في مساحة 72 او 7.2 وبعدين تلاحظ هنا مثلا 25 زين هي في بيقيس لي مال مساحة 10.4 كيلومتر سكوير زين وهكذا بالنسبة البقية. تلاحظ هنا هي مجموع هذه المساحات ويساوي لنا 200 كيلومتر تربيع اللي هي المساحة الكلية للكاتشمنت اريا. فإذا خاطر أطبق أني Thyssen Method فما معناته هنا قيمة الأمطار الساقطة أضربها في المساحة زائدا الثانية في المساحة زائدا الثالثة في المساحة وهاي الناتج هو هنا من أجمعها هاي طلع لي 833.4 هذا بالضبط هو محصلة الأريا مضروبة في أعماق الأمطار. هاي إذا أجي أقسمها على الأريا الكلية إيش يعطيني؟ يعطيني عمق الأمطار أو معدل الأمطار الساقطة. فتلاحظ هنا الناتج هو نوعا ما يختلف عن الناتج اللي في طريقة الأرثماتيك مين فإذا هنا الفوليوم هيكون عندي هو
الديبث أضربه في الأري يعطيني الفوليوم كيلومتر سكوير ملي، ومثل ما اتفقنا الكيلومتر أحولها إلى متر أرفعها 10^6 زين، وبعدين هذا المليم أضربه في 10^-3 خاطر أحول المليم إلى متر حيعطيني حجم المياه. وشوف نوعا ما أكو فرق عن الناتج السابق اللي هو بحدود 86 في 10^6 حجم الأمطار الساقطة. فإذا هاي طريقة فايسن. فشوف هنا أنا طريقة فايسن أنت كل في كل الأحوال يعني أما نحسبها زين من خلال الشكل السابق لما أنت ترسمها على ماب تو سكيل، أو مثلا في بعض الأحيان بالامتحان يعطيك المساحات، مساحة الأولى شقد مساحة ثانية، أو يعطيك فد أشكال منتظمة زين، لأن إذا كانت غير منتظمة لازم أستعمل أني البلانوميتر، ما معقولة بالامتحان يعني أجيب البلانوميتر وهذا. فمستقبلا يعني خلينا نقول في شغلك وفي عملك تقتضي الضرورة يعني أنت يريدون من عندك تحسب مساحات، فلازم تستعين بالبلانوميتر. البلانوميتر اللي هو يعطيني المساحات لما تكون المساحات غير منتظمة الأشكال. فإذا قلنا هاي أما هي given هاي أو تحسبها من خلال الرسم اللي ترسمه، أو مثلا منطيك رسم ومنطيك هو القيم. فإذا بالنتيجة هنا طلعنا حجم الأمطار الساقطة على هذه المساحة. الطريقة الأخيرة اللي هي آيزوهوتل ميثود. الطريقة الأخيرة هنستعمل هي مثل ما قلنا طريقة الآيزوهوتل. الآيزوهوتل هنا سوى هو أخذ كلهن كل الجيجز، فتسوى مثلا هنا أنا أكو إذا نرجع للرسم الأصلي هنا أنا أكو عمق 55 وهنا أنا عمق 49 وهنا أنا 48. أنت دائما بالمساحة مثلا ترسم فد خط بحيث يعني سويه خلينا نقول انتجر لاينز يعني قيمتها 50 و40 و30 وهكذا. فأنت ما معناته من تجي هذا 55 وهذا 49 حتمرر فد خط قيمته تساوي لنا 50. وهاي الطريقة نفسها نستعملها مثل ما قلت لكم بالمساحة. فش حصل عندي؟ حيصير عندي كنتور لاين قيمته 50 وكنتور لاين قيمته 40 وكنتور لاين قيمته 30. الايزوهيتر يعتمد على قيم الكنتورز زين، او قيم اعماق الامطار. يعني هسه تلاحظ لو هنا ان شاء الله نشوف شنو المشكله، يعني بمحاضراتي ما يعني واضحة. على كل فتلاحظ شوفين أنا هذا الايزوهيتر أخذ قيم خلاها 50 40 30 وأقل من 30. هاي ماذا تعني؟ تعني إنه المساحة أو enclosed area كيلومتر سكوير التي هي أكثر من 50 مليم، أكثر من 50 مليم هي بس هاي قيمتها تساوي لنا 14. بعدين القيمة التي أكثر من 40 هاي كلها اللي هي هاي المساحة زائدا هاي المساحة، هاي المساحة أطرح من عند المساحة اللي طلعتها شو يعطيني نيت أريا مال الثانية. الثالثة نفس العملية أسوي، يعني هاي القيم شوف هاي مثلا هنا أنا من تجي مثلا تقول ما هي المساحة المحصورة بين هذا الخط
وهذا الخط متأتي يمين من المساحة الكلية ناقصا هذه المساحة تبقى المساحة المحصورة بين 30 و 40. يعني هاي الطريقة اللي يطلع من خلالها النيت اريا. زين، بعدين هنا تلاحظ هنا كاتب الافريج رينفول ديبث، هو الافريج بين 55 والخمسين، يعني اريد اطلع هنا قد دا يسقط مطر، فانا هاخذ المعدل بين 50 والـ55 يطلع 52.5، وتمام هو قايل لك اعتبرها 53، وبين 40 والـ50 هي 45، وبين 30 والـ40 هي 35، وهكذا. زين، وهكذا بالنسبة الأخيرة. هذا الأفرج رينفول أضربه بالنيت أريا يعطيني بالضبط البي زائدا مضروبة في الأريا. من أجمعهن كلهن حتعطيني sum of P مضروب في each area. زين، إذا قسمها أنا على الأريا إذا شوي هنا ما أعرف يعني ما لويش هاي ما أعرف هاي ما أعرف. على كل أنا قسمها نفس الفكرة، قسمها على أريا يعطيني الديبث. تلاحظين أنا الديبث شكد والله طلع الديبث يطلع أي بابا 40.69 اللي هو أكو فرق عن طريقة الفيزن وطريقة ليتشي، والفارق فشي بسيط بس هنا المفروض هذا أكثر الطرق دقة. دائما مثل ما قلنا هي المور أكوريت، هي طريقة الأيزو هتلمثل. زين، يعني اكو بعد مثالين هذه اصور شوية احنا قاف يعني شوية طولنا، يعني مو مشكلة نخلي المثالين المتبقية والمثال المتبقي. زين، في الدرس القادم. زين، وإن شاء الله يعني نحاول نستمر بالمحاضرة اللي هي الفصل الثاني بالبرسبتيشن، لأنه صور شوية طولنا فنكتفي بهالقدر. وإن شاء الله يعني بالتأكيد هاي هترفع على الكلاس، يعني إن شاء الله أريد من عندكم الاهتمام.